احلى نهايه في الدنيا دلوقتي، احلى نهايه في الدنيا، شيكا اختمها، احلى نهايه في الدنيا. شيكابالا ما عملش ذنب في حياته غير انه بهدل الواد ده اللي عشم فيه، يكفيه كسر بخاطره وخلقه ضحوكة العالم. اقسم بالله الواد ده صعبان عليا بشكل، يا جماعه اقسم بالله العلي العظيم صعبان عليا، ما ينفعش ابدا. انا عايزك تبص على الثقه، وهو اللي بيقول لك ايه، انها افضل ختام، احلى ختام في العالم، انه شيكابالا يروح يلعب له اللعبة اللي تجيب له البطولة. ولكن عشان ده ملعوب في دماغه، يعني ده ملعوب في دماغه، فيعيني العشم قتله فنزل على جدور رقبته، مصلش اي حاجة وتحول لأضحوكة ومسخة. يا ابني لما تراهن راهن على حصان كسبان. على ذكر انا مش ضد شيكابالا، بس انا مع الحق. شوف قال لك وما ضاع الذين من قبلكم الا انه اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. اما صاحب الجهو والسلطان اللي زي شيكابالا فده يبقى من علية القوم. لو حد غير شيكابالا كان طلع علينا كل نجوم الزمالك والمحللين، ازاي يتعدى الدور، ازاي مش عارف ايه. لكن دلوقتي نقول يا بقى، ده في لاعب مرضيش يلعب اللعبة وقال ما ينفعش قال العب بعد الكباتن. ليه انت بتلعب في مركز شباب؟ ما تزوقين يا ماما، مش في مدير فني مرتب الناس؟ اللاعب اللي يقول مش هلعب غير بعد الكباتن او يخاف يبقى في مرتبة الخائن الهارب من المعركة. ولكن ما عندهمش من يجرؤ ان يقول الكلام ده. بص يا عيني وعايزك تسمع بس، شوف الواد اتكسر بخاطره ازاي. على فكرة هو ربنا سبحانه وتعالى عادل، لان شيكابالا اللي مش عايزين يقولوه راح يبحث عن مجد شخصي على حساب نادي وجماهيره. ولكن يصنعون الاساطير بلا تاريخ ويأخذون ألقابا بلا تعب وجهد، وتعودوا في الآخر على نظرية المؤامرة والمظلومية. والله لو حد غير شيكابالا لكانوا علقوا له المشانق وكانوا بهدلوه. ولكن نلتمس الأعذار للأسطورة، لأنه في النهاية هو اللي بيعمل اللقطة ويعيشنا في الأونطة. السلام عليكم.